من الخبراء اللي شاركوا، كان وقع تكوين فريق من خبراء نداء تونس، نهضة، اتحاد وطن حر، افاق، واشتغلنا تقريبا لمدة 3 أسابيع من سقف مرتفع، وساهمنا في إثراء مقترح الحكومة. الحكومة تقدمتنا بمقترح لوثيقة توجيهية وقمنا بإثراءه، وكان في جلسات مشتركة حتى مع الحكومة، وخرجنا في نهاية الأمر بوثيقة توجيهية هي محل رضا من 4 أحزاب بدرجة كبرى، وأيضا من الفريق الحكومي، وهذا هام جدا. هذا نعتبره إنجاز رائع يحسب لتونس ويحسب للأحزاب السياسية المكونة للإئتلاف الحكومي. راه ليس من السهل أن تدار بلاد في ظرف استثنائي، ظرف صعب اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، تدار من 4 أحزاب بيناتهم لربما يعني عديد النقاط المشتركة. إذن أعتقد أن التجربة التونسية في هذا الباب تجربة جيدة جدا، رغم استثنائية الظرف، رغم صعوبة الظرف الاقتصادي الأمني، نجحنا كـ4 أحزاب إلى حد الآن في إدارة الشأن العام، ونجحنا نجاح آخر اللي هو أن تكون العلاقة مع الحكومة يعني يسودها الاحترام، يسودها سي. أحيانا تقع بعض المشادات أو بعض الاستثناءات فيما يخص التعيينات، وهذا طبيعي جدا. حزب سياسي يشارك في الحكومة ومسمي عليه المشاركة في الحكم، من حقه أنه تكون عنده تمثيلية داخل يعني أجهزة الدولة، وهذا طبيعي جدا في كل دول العالم. أي حزب سياسي يشارك في الحكم يعني فما مناصب لابد أن يساهم بها. إذن رغم أنه أحيانا تقع هذه التجاذبات، إلا أنه في نهاية الأمر نجحنا الـ4 أحزاب أن تكون عندنا علاقة استثنائية ومتميزة مع الحكومة. والدليل على ذلك سي برهان أنه عندنا لقاءات دورية مع السيد رئيس الحكومة، تقريبا كل يوم 4 في لقاء مع السيد رئيس الحكومة للتداول في الشأن العام. في هذا موعد دوري كل يوم 4 يلتقي رئيس الحكومة في الأحزاب الحاكمة مع بعض الاستثناءات. ثم أيضا على مستوى التنسيقية، رغم بداية متعثرة، إلا أنه الآن أنا نأكد لك عندنا هياكل قارة داخل التنسيقية تشتغل. اليوم اللقاءات يعني إن شاء الله تصبح أكثر دورية بين رؤساء الأحزاب السياسية. عندنا لجنة التنسيق البرلماني اللي عندها مهام كبيرة إن شاء الله تنطلق فيها فيما يخص قانون المصالح الاقتصادية ومجمل القوانين المعروضة على مجلس النواب الشعب. لجنة التنسيق البرلماني باش تبدي فيها رأيها. لجنة الدعم الحكومي كذلك إن شاء الله يكون عندها دور في مجال المعارضة. هذه اللجان اللي باش تعملوها، هذه اللجان وقع تكوينها وقاعدة تشتغل. إذا نلخص ونقول على مستوى التنسيقية هناك تطور في الأداء، على مستوى العلاقة مع السيد رئيس الحكومة هناك جهد كبير مبذول، وهناك احترام كبير رغم أحيانا بعض الانتقادات.